يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب مني جماعة المسجد أن أكون إماما لهم في الصلاة، ولكن رفضت لعدم استطاعتي الجلوس بين السجدتين، فهل تصرفي هذا صحيح حيث إنني بين السجدتين أكون قائما على ركبتي؟ على إيش؟ حيث إني بين السجدتين أكون قائما على ركبتي. لا لا، تكون إماما لهم، عندك خلل فيه. الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين ركن منه أركان الصلاة، لكنها تسقط عنك للضرورة، لكن ما تكون إماما للسليم. نعم. أنت الله.